السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ عندنا اليوم مهمة Out with the Old. طبعا هذه المهمة تحصلها في الدايسون ديزل Out with the Old. طبعا حاليا نحن في خريطة سميثفيل دام ولاية ميشيغان. الطلبية الأولى طالب منك أنك توصل التريلا. طبعا هالتريلا موجودة في خريطة دراموند إيزلاند. المهم نشيل التريلا ونرجع فيها مرة ثانية من النفق نفسه لين هالمنطقة هذه وننزل فيها التريلا. هاي الطلبية الأولى. الطلبية الثانية طبعا مطالب منك الميتال بيمز كميتين من الحديد، والطلبية الثالثة طالب منك الأوير ريج دريل، الآلة الحفرة. طبعا الآلة الحفرة نحصلها في المصنع هذه، ونتجه فيها الحين لأن النفق اللي أخذناه على خريطة درومون إزرائيل. نحصل التريلر في المواضح، هذا النفق حصل التريلر في المنطقة هذه، هذه التريلر. نروح عند التريلر ونسحبها ونرجع من نفس النفق لخريطة سميثفيل دام. وصلنا للتريلر موجودة في الميناء هذا، هذه التريلر. نحاول نسحب التريلر الحين. طبعا لازم يكون عندك هالقطعة السد الهاي عشان تقدر تسحبها. السد اللو ما تنفع، لازم السد الهاي، هالقطعة اللي ورا التريلا مركبة. المهم بعد ما شبكنا التريلا الحين نرجع على خريطة سميثفيل دام. طبعا تشوف لك شارع،
هوب نتجه على طول، اخذ الطريق المختصر.
هذه المهمة الأولى خلصناها. طبعا بنينا فيها التريننج سايت، هذه ظهر لنا آلة حفر عن البترول. نشوف المهمة الثانية. طبعا المهمة الثانية طالب منك كميتين من الميتل بيمز. طبعا الميتل بيمز ونحصل له الميتل بيمز، يا يعني انك ترجع المصنع هذا شيل لك كميتين من الميتل بيمز، طبعا تمر على التريلر ستور شوف لك تريلر شيل كميتين وترجع لنفس المكان، او انك في تريلر في المنطقة هذه عليها كميتين من الحديد بنمر عليها احسن. المهم ننتقل للتريلر اللي عليها كميتين من الحديد ونسحبها وراجل. هاي المرحلة الثانية بنيناها، بنينا مكان آلة الحفر. الباقي علينا الحين آلة الحفر. طبعا آلة الحفر اللي هي الأويل ريج تريل نحصلها في المصنع هذا القريب الجراج. المهم بننتقل للجراج. طبعا حاليا ما بنحتاج السد الهاي، بنغير بالسد اللو عشان نشوف انه تريلر نسحبها معانا. نشيل التريلر
متجهين للمصنع الحين، نشيل آلة الحفر اللي هي الأويل ريج دريل. طبعا كمية واحدة طالب منك. المصنع قريب، هذه الأويل ريج دريل، هذه الآلة آلة الحفر طبعا البترول. المهم نتجه لين الدريلينج سايد، نفس المنطقة اللي وصلنا فيها الحديد، وصلنا فيها التريلة الأولى.
كملنا فيها المهمات. مهمة Out with the Old طبعا طالب منك 3 مهمات. المهمة الأولى توصل التريلر، المهمة الثانية كميتين من الحديد، المهمة الثالثة آلة الحفر. طبعا هذه آلة الحفر المنطقة كملنا فيها مهمة.